مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في موضوع اليوم. سجل المغرب رقما قياسيا من حيث عدد السياح الوافدين، بلغ 14.5 مليون سائح عام 2023. في هذه السنة 2023 التي نتحدث عنها شهدت أعداد السياح الوافدين على المغرب نموا كبيرا بلغ 34% مقارنة بسنة 2022. وأوضحت وزارة السياحة المغربية أن المغاربة المقيمين بالخارج شكلوا 51% من عدد الوافدين بنمو بلغ 27%. وفي المقابل سجل السياح الأجانب نموا ملحوظا بنسبة 41% مقارنة بسنة 2022، وأصبحوا يشكلون 49% من إجمالي الوافدين، محققين زيادة بثلاث نقاط مقارنة ب 2022. للمزيد عن هذا الأداء السياحي الاستثنائي في المغرب برسم العام 2023 ينضم إلينا من مراكش الأستاذ الزبير بوحوت الخبير في اقتصاد السياحة، وينضم إلينا من فاس الدكتور بدر الزاهر الأزرق الخبير الاقتصادي، وسينضم إلينا لاحقا الأستاذ رشيد ساري المحلل الاقتصادي أيضا. ضيوف الكرام أهلا بكم جميعا. أستاذ زبير بوحوت أرحب بك من جديد. طبعا سبق لنا أن تحدثنا عن توقعات أداء القطاع السياحي في 2023، ولعل الأرقام التي صدرت أخيرا هي تتجاوز نسبيا أكثر التقديرات تفاؤلا، كيف تقرأ أنت هذه الأرقام؟ فعلا كما تفضلتم يعني وزارة السياحة كانت تطمح إلى بلوغ 14 مليون في آخر تصريحاتها. خارطة الطريق كانت تتكلم على 13.5 مليون في نهاية 2023. أنا سبق لي نشرت مقالات من قبل قلت المغرب غادي يتجاوز 14 مليون و230 ألف. اليوم إحنا في 14 مليون و525 ألف، وهذا رقم إيجابي جدا. المقارنات التي تقدمتم بها يعني مقارنة مع 2022 جميلة جدا، لأنه عندنا استرجاع قوي مقارنة مع 2022. ربحنا في السياحة الدولية، ربحنا في مغاربة العالم، أرقام مهمة، هذا كله إيجابي. الرقم اللي يبدو ماشي إيجابي هو نسبة السياح الأجانب مقارنة مع مغاربة العالم، لأن في العالم الوجهات الكبرى ملي كناخذوا مثلا المثال ديال تركيا ولا البرتغال ولا كرواتيا ولا أي دول كبرى، نجد أن عندها السياح الدوليين وعندها المواطنين ديال البلد ديالها حتى هما كيدخلوا في الاحتساب. ولكن إلا خدينا المثال تاع تركيا، 90% تقريبا ديال السياح اللي كيدخلوا لتركيا هم سياح أجانب. نعطي الرقم بالضبط، في 2019 مثلا بلي تركيا دارت 51.7 مليون سائح اللي جا لها، كانت فيها 45 مليون تاع السياح الأجانب وشي 6 ديال المليون ديال الأتراك. حنا اليوم عندنا المعادلة تقلبت، أصبح عندنا في هذا 14 مليون و 525 ألف 7 المليون و 345 تقريبا نتاع مغاربة العالم، وبالكاد 7 المليون و 100 نتاع سياح الدوليين. أنا أؤكد أن الأرقام مقارنة مع 2023 مهمة، ولكن لابد أن أوضح أن 2023 لم نشتغل سنة كاملة. كتذكير الحدود الجوية تم فتحها 7 فبراير، صحيح. الحدود البحرية 7 أبريل، لكن حتى بالمقارنة مع السنة المرجعية 2019 نحن نتجاوز نسبيا ب 12-15% تقريبا هذه السنة المرجعية. نعم، هذه هي المقارنة اللي بغيت نعطي، ولكن غادي ندير الفرق ما بين مغاربة العالم والسياحة الدولية مع السنة المرجعية كما تفضلتم زائد 12%، ولكن السياحة الدولية تزادت ب 1.5% فقط. شحال ربحنا في السياحة الدولية ما بين 2019 و 2023؟ ربحنا 137 ألف سائح إضافي فقط. شحال ربحنا من مغاربة العالم؟ ربحنا 1,455,000 ألف. إذا الزيادة الكبيرة اللي كانت 1,455,000 ألف من مغاربة العالم إضافيين و137 ألف سائح إضافي
مقارنه مع 2019 او 1.5%، فيما بعد نقدروا نديروا المقارنات مع الدول القريبه غير باش نفهموا انه الانتعاشه كلها عندها علاقه بمغربه العالم. بكل تاكيد سنوسع النقاش من اجل ان تكون لدينا قراءه كامله نقديه ايضا، وهذا مهم جدا. شكرا لك استاذ زبير بوحوت. استاذ بدر الزاهر الازرق، اداء استثنائي للقطاع السياحي في المغرب، تجاوزنا التوقعات بمليون سائح حسب يعني مقارنه بخارطه الطريق التي كانت معلنه بالنسبه لسنه 2023، ما الذي يعنيه ذلك للاقتصاد المغربي؟ الحديث على هذه الارقام في بعده الايجابي، هو يجب ان يتم استحضار ان سنة قبل اليوم كنا نتحدث عن قطاع على شفا الانهيار، يعني قطاع كان متضرر بشكل كبير من الجائحة، كانت هناك توقعات بأن يتضرر أكثر فأكثر بالأحداث التي حصلت بين أوكرانيا وروسيا والتضخم الذي حصل على مستوى أسعار المنتجات والخدمات والنقل. أيضا كان الحديث أيضا أن هذا القطاع سوف يتضرر جراء الزلزال وما حصل في منطقة الحوز، وكل يعلم أن منطقة الحوز تضم مجموعة من المناطق السياحية الكبرى في المغرب في مقدمة مدينة مراكش. يعني لا ننسى كل هذه الإكراهات، وبالرغم مما حصل ويحصل الحديث اليوم عن حصيلة إيجابية، الحديث اليوم عن ارتفاع وليس استقرار فقط حتى مقارنة بالسنة المرجعية 2019، يعني هناك ارتفاع، يعني أن هذا القطاع استطاع أن يخرج من كل هذه الأزمات وأن يتلقى كل هذه الضربات وأن يخرج منتصرا في النهاية، وإن كانت اليوم نسب الارتفاع هي محل جدل كبير بخصوص مسألة هل يجب احتساب المغاربة العالم ضمن السياح أم يجب إبعاد هذه الأرقام والاكتفاء فقط بالأرقام المتعلقة بالسياح يعني بالسواح الأجانب. أستاذ بدر الزاهر الأزرق، في هذه النقطة تحديدا، لأنه بالفعل ذكرت أنه مغاربة الخارج هم يعني نصف السياح الذين يحتسبون، وزارة السياحة، وأنا سأناقش ذلك أيضا مع ضيفنا المختص في اقتصاد السياحة، وزارة السياحة تقول بأنه من 2004 إلى 2024، يعني على مدى 20 سنة، المغاربة المقيمون في الخارج ظلوا يمثلون يعني تقريبا ما بين 46% و51% من مجموع السياح، وبالتالي فهم معطى هيكلي في احتساب الوافدين على المملكة. كيف تنظر أنت إلى هذه المسألة؟ سنقرأها أيضا مع ضيفنا في مراكش. معطى هيكلي لأن مسألة الجاذبية السياحية للمملكة المغربية هي لا تعني فقط السياح الأجانب، بل هي تعني أيضا مغاربة العالم، ونحن نرى بأن بلدان مجاورة لديها أيضا جالية مماثلة وهي لا ترجع إلى بلدها من أجل قضاء فترات العطلة الصيفية وغير ذلك. إذن للمغرب جاذبية سياحية إزاء مغاربة العالم وإزاء أيضا الأجانب، ونحن اليوم نتحدث عن أجيال الثالثة والرابعة من مغاربة العالم، يعني بعضهم لا يتقن حتى اللغة العربية، بعضهم يعني قد نعتبره في 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 سياق وفي إطار أنه يعني لديه ثقافة غربية وحمولة ثقافية غربية، وبالتالي من الصعب الحديث على أنه يأتي إلى المغرب فقط بدافع ذلك الرابط العائلي من أجل قضاء عطلة رفقة عائلته، بل اليوم نتحدث على أن معظم اليوم الجالية التي تأتي هي تتوجه إلى المنتجعات، تتوجه إلى تبحث عن الخدمات السياحية، يعني هي لا تقتصر فقط عن أو لا تقوم فقط بتلك السياحة العائلية وتبقى فقط مع الأسرة والعائلة في المغرب، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن ولا يمكن ربط قدوم مغاربة الخارج بنمو القطاع السياحي وبنمو أداء القطاع السياحي. إذا مسألة إدراجهم في ضمن المعطيات المتعلقة بنمو القطاع السياحي أظن أنها منطقية جدا، بل هي مطلوبة، وهي تؤكد أن مسألة الجاذبية السياحية للمملكة المغربية هي في اتجاهين، في اتجاه أبناء الوطن في الخارج وكذلك في اتجاه أيضا الأجانب، والنمو سجل أيضا في كلا الاتجاهين، لا سواء فيما يتعلق بمغاربة العالم أو أيضا بالأجانب. وكما قلت يجب قراءة دائما هذه النسب، يعني نسب النمو في ظل أننا خرجنا من ثلاث أزمات متتالية ومتوالية أثرت على قطاعات كبيرة، حتى القطاع السياحي لم يسلم منها، وكما رأينا خلال فترة الجائحة كان هناك توجه لدعم المقاولة السياحية، توجه لدعم الفنادق من خلال تكفل تعليق، رأينا تعليق الضرائب ودعم على مستوى أداء الأجور للعدد من المستخدمين في القطاع السياحي، وأظن بأن هذه الإجراءات التي قامت فيها الحكومة إبانها أسهمت بشكل جيد في
إعطاء مقاومة لهذا القطاع لكل هذه الضربات والأزمات التي سبق وأن مر بها. وبالتالي اليوم هذه النتيجة اليوم هي منطقية، ولكن هي حتما سوف تؤسس لنمو أكبر، خاصة أن المملكة المغربية اليوم هي على موعد مع تنظيم أحداث كبرى، وبالتالي هذه الأحداث شكراً. سوف تعطي إشعاع أكبر للمملكة المغربية. ثم لا ننسى أيضا أن القطاع السياحي اليوم هو ورش مفتوح، وبالتالي في غضون السنتين الثلاث سنوات المقبلة سوف يتغير أو تتغير كذلك البنية التحتية. سنخصص المزيد من الوقت دكتور بدر الزاهر الأزرق لآفاق القطاع السياحي في المغرب، لكن قبل ذلك وأنت أشرت إلى نقطة أساسية وأحيانا تكون جدلية سأذهب بها إلى مراكش مع الأستاذ زبير بوحوت، مسألة تركيبة الوافدين على المغرب، لأنه الوزارة قالت أنه مغاربة الخارج هم مكون هيكلي وبنيوي في احتساب الوافدين على المملكة، ظلوا يشكلون ما بين 45-46 حتى 51% حال 2023. هل يستحق ذلك كل هذا النقاش والجدل؟ أولا المسألة ديال مغاربة العالم هي الإحصائيات كما كتطلبها منظمة السياحة العالمية، يتم احتساب مواطني البلد، يعني حتى تركيا اللي كتكلموا على ذاك الرقم اللي كتستقبلوا او لا اسبانيا ولا اي بلد، يتم احتساب مواطني البلد ملي كيدخلوا، هذا طبيعي. في الحل الخلل هي في التركيبه، بمعنى الى حدود الان حجم مغاربه العالم 6 المليون تقريبا كانوا في 2019، ملي القفزوا ل 7 المليون و 300 الف تجاوزوا في النسبه البيئويه عدد سياح الاجانب. هذا لا يحصل مع دول عندها استقطاب كبير للسياحة الدولية، كنعطي المثال ديال تركيا. طيب أستاذ الزبير بوحوت، الصوت في هذه اللحظة يصل متقطعا منك، وأنت كنت بصدد الحديث عن نقطة مهمة جدا وأنا لا أريد أن نغفلها وحتى أن تكون فيها جودة الصوت غير واضحة، لأنه مداخلتك على قدر كبير جدا من الأهمية في هذا الجانب الذي يرتبط بتكوين أو البنية التي يتشكل منها الوافدون على المغرب. تقريبا 51% 50% مغاربة الخارج قياسا إلى السياح الأجانب في هذا الأداء الاستثنائي الذي شهدته سنة 2023، وطبعا حتى توقعات الإيرادات التي ينتظر تسجيلها من عائدات السياحة في 2023 المفروض أن تكون أيضا قياسية. لذلك هل النظر في هذا الجانب هو مسألة ذات دلالة أم أنه ينبغي بالفعل عدم إلائها الكثير من الأهمية؟ أعود إليك أستاذ زبير بوحوت إذا كنت جاهزا. أنا جاهز، أتمنى يكون الصوت مزيان. واضح اليوم. واضح واضح واضح. أنا قلت ربما سأعيد، أنا قلت بأنه منظمة السياحة العالمية تشترط احتساب كل الوافدين سواء كانوا أجانب أو مغاربة، أجانب أو أتراك، أجانب أو برتغاليين في البلد ديالهم. لماذا أنا أركز على النسبة البيئوية؟ لأن البلد اللي كيكون قوي سياحيا يجب أن يجلب سياح دوليين أكثر من يعني المواطنين، لأن المواطنين ما كنديروا لهمش الإشارة باش يرجعوا للبلاد، مرتبطين وجدانيا بالبلاد، مرتبطين بعائلاتهم وكيرجعوا. أعطيت المقارنة ديال تركيا وقلت بأنه في 51.7 مليون اللي كانت في 2019 تقريبا 90% هم أتراك. علاش؟ لأن طوروا السياحة الدولية. لماذا بقينا هنا في هذاك العدد تاع 45-46؟ بل في وقت الأزمة وصلنا حتى 60%، لأن عندنا ضعف ديال الأداء السياحة الدولية. شحال هما عدد السياح الدوليين اللي جاوا للمغرب في 2019؟ 7 المليون فقط. 7 المليون هو الحجم تاع السياح الروس اللي مشاو لتركيا في 2019، السياح الروس. غنهضر على الحرب الأوكرانية الروسية. اللي غادي يسمع بان كاينه حرب غادي يقول اذا هاد السياح الروس غادي ينقصوا. في تركيا في 2019 كانت عندنا 51.7 مليون سائح، لا 7 مليون ديال الروس. في 11 شهر 2023 كاينين 6 مليون ديال السياح الروس اللي مشاو لتركيا، اذا غادي يكملوا السنه ب 7 مليون.
هذه المساله كنسمعوها على روسيا، كنسمعوها حتى على المانيا، لان المانيا عندنا واحد التراجع كبير فيها في المغرب، فقدنا فيها 32%. المانيا في 2019 عطات تقريبا 5 مليون ديال السياح لتركيا، وفي 2023 في 11 شهر عطات نفس الرقم، يعني في 2023 غادي يتجاوزوا. اذا فعلا كاين اكراهات. زلزال الحوز كما تفضل وذكرنا به الاخ الاستاذ بدر، صحيح كان له تاثير، وانا قلت عطيت تصريحات قلت زلزال الحوز غادي يعطي تاثير في حدود 15% في شهر شتنبر، ولكن سيتم تعويضه بالاجتماعات السنويه، لان كاين امور استثنائيه سلبيه وكاين امور استثنائيه ايجابيه. الاجتماعات السنويه ديال صندوق النقد الدولي والبنك العالمي اعطانا غطى لنا العجز اللي حدثته تراجع ديال السياحه بفعل زلزال الحوز. ولكن انا ساختم المساله ديال مغاربه العالم وساتكلم بلغه الارقام. انا ما كنحطوش باش يتنظر ليه كعنصر سلبي، بالعكس كنقول التركيبه ها هي، معناه 7 مليون تاع المغاربه كيدخلوا ديال الإحصائيات اللي كتعطيها وزيرة السياحة، كتقول لك أنهم يقيمون 3 أسابيع في المغرب، يعني 20 يوم. إلى عندي 7 مليون ديال مغاربة العالم وكيجلسوا 20 يوم، راه عندي تقريبا 140 مليون ليلة سياحية واحتمالة إلى استقطبتهم، واخا نستقطب من الله غير 10%، خص تكون عندي 14 مليون، إلى استقطبت غير 5% تكون عندي 7 مليون. الى ضفنا عليها المغاربه اللي كيزوروا بلادهم هما بالداخل، خصنا نوصلوا لواحد 15 مليون ليله. المغرب يلا كيدير 9، بمعنى داك الرصيد داك 7 مليون اللي كيجلسوا في المغرب 20 يوم نعطيهم عرض، وعندنا فرصه تاع التنميه قويه. لا يترجم في ليالي المبيت، سنأتي إلى هذه الإشكالية. شكرا لك أستاذ زبير بوحوت. أستاذ بدر الزاهر الأزرق، الحكومة أيضا من جانب آخر تقول بأنه ما جرى في 2023 هو للأمانة ثمرة مجهود، وأنت أشرت إلى جوانب منه. الحكومة تقول أنها ضخت تقريبا 8 مليار درهم في سنتين من أجل أن يبقى هذا القطاع جاهزا بموارده البشرية بالاستثمارات ببنياته، جاهزا للانقضاض على فرصة التعافي. هل الاستثمارات العمومية في مجال السياحة هي ما أثمر أيضا هذه الجاهزية من أجل التعافي؟ أكيد أكيد. الحديث عن الاستثمارات حتى نلخص الأمور قدرها، فبطبيعة الحال أن الاستثمارات التي جرت لها سواء موجهة للقطاع السياحي أو الاستثمارات العامة التي يستفيد منها أيضا القطاع السياحي، يعني أسهمت بشكل كبير في تعزيز الجاذبية السياحية للمملكة المغربية، وأنا سنطلق من أحد أهم الحلقات في هذه الدائرة ألا وهي النقل. أظن بأن المجهودات التي بذلت منذ سنة 2007 توقيع اتفاقية الأوبن سكاي السماء المفتوحة والفتح المجال أمام عدد كبير من شركات النقل منخفض التكلفة بالتواجد في المغرب، وبتحقيق الربط ليس فقط بين أوروبا والمغرب بل حتى بين المناطق الداخلية في المغرب، لأن حين كان يأتي السواح إلى الوجهات التقليدية السياحية يعني أكادير أو فاس أو مراكش أو غيرها، فبالتالي كان من الصعب أن يغادروا هذه المناطق السياحية إلى مناطق أخرى، لأن كانت مسألة النقل الداخلي مسألة متعثرة شيئا ما، وبالتالي كان هذا الربط الداخلي يعني أتاح أيضا توزيع عادل لهذه التدفقات السياحية شيئا ما، لأن لازلنا في البداية ولازلت هناك مكامن خلل كثير حتى نقول بأن كل شيء لم يرى، ولكن هذا أسهم بشكل كبير في على الأقل أن التدفقات السياحية أصبحت تصل إلى مجموعة المناطق البعيدة شيئا ما، ورزازات أو حتى الرشيدية أو غيرها. إذن حتى مسألة الجهود المبذولة على مستوى النقل الطرقي والنقل السيار والنقل السكاكي والقطار الفائق السرعة، يعني كل هذا كما قلت لك بأن ليس فقط الحديث عن الاستثمار الموجه للقطاع السياحي، بل أيضا الاستثمارات العامة، مشاريع تهيئة المدن، الدار البيضاء، الرباط، طنجة وغيرها، يعني هي عززت هذا الجديد. في السؤال مسألة الدعم الذي وجه للمؤسسات الفندقية في فترة التعافي من أجل أن تعزز جاذبيتها، أن تعصر لربما بنياتها على مستوى الاستقبال. نكون واقعين، القطاع تلقى ضربة قاسية خلال فترة الجائحة، يعني باش نتكلم على قطاع أصابه الركود الشلل التام
يعني حتى أصبحت المقاولة هي عاجزة عن أداء مستحقات المستخدمين فيها، عاجزة عن أداء الضرائب وغيره، يعني هذا غير مسبوق في التاريخ السياحي يعني من خمسينيات القرن الماضي إلى اليوم. وكان أن تدخل الدولة كانت مجبرة أنها ستدخل بشكل أو بآخر. شفنا على مستويين، يعني المستوى الأول هو كان تعليق وتأجيل أداء مجموعة من الضرائب والرسوم وغيرها، والمستوى الثاني كان هو دعم تصرف مجموعة من المقاولات السياحية والفنادق، وإن كان هذا الدعم يعني ما جبرش الضرائب كل هذه المقاولات السياحية، ولكن على الأقل ضمن بقى عدد منها. ما نكروش بأن عدد كبير من المقاولات السياحية أشهرت إفلاسها ويعني وانتهى وجودها، ولكن مقاولات أخرى استطاعت البقاء بفضل هذا الدعم اللي أعطاها، يعني باش نقول واحد جرعة من الأكسجين باش أنها تبقى خلال فترة الأزمة. ولكن مباشرة من بعد انتهاء هذه الأزمة وتلاشيها شفنا بأن القطاع بفضل هذه التصرفات السياحية الكبيرة، أول شيء بفضل تشجيع السياحة الداخلية، وهنا نرجعوا هذا حديث كبير اليوم على العروض السياحية الموجهة للداخل، لأن خلال الجائحة فهمنا بأن راه خلال زمن الأزمة راه يمكن أن السياحة الداخلية تشكل طوق نجاة للسياحة الوطنية، هذا من جهة. وشفنا كذلك حتى اليوم تدفقات مغاربة الخارج يعني لعبت دور كبير في صمود القطاع السياحي، لأن التدفقات الكبرى الأولى راه كانت من مغاربة الخارج ماشي من السياح الأجانب اللي جاو فيما بعد، وبالتالي هنا فين كتكمل الأهمية أيضا لمغاربة الخارج. إذا اليوم مسألة الدعم اللي كان في 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 خلال فترة الجائحة أو من بعد فترة الجائحة، يعني أنا في نظري أنه أسهم بشكل جيد في صمود المقاولة السياحية وعدد من الفنادق. وبالتالي اليوم وكما كانت صمدات هذه المقاولات راه ما نتكلموش على 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 نسب زيادة، وإن كانت متفاوتة مهمة أو متوسطة، ولكن اليوم عندنا زيادة أن هذا القطاع اليوم هو يتعافي بشكل سريع، وأن المستقبل اليوم كنتكلموا لأن اليوم غنأسسوا النجاح أكبر من النجاح اللي كاين اليوم، خاصة أن اليوم إحنا كنتوفروا على بنية تحتية جيدة وهي قابلة للتطور، وفي نفس الوقت عندنا أحداث عالمية كتنتظر المملكة المغربية واللي يمكن تلعب دور مسرع كبير لنمو هذا القطاع. طيب شكرا لك أستاذ بدر زاهر الأزرق، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أستاذ زبير بوحوت في مراكش، الحكومة تقول بأنه ما جرى هو أيضا في جانب منه على الأقل هو ثمرة الدعم الذي خصصته لقطاع السياحة، وهو يرقى أي يقارب 8 مليار درهم في نحو سنتين أو يزيد على ذلك بقليل. هل بالفعل الدعم الذي خصص للمؤسسات السياحية أثمر المزيد من السلامة الاقتصادية لهذه المقاولات وقدرة على الاستمرار وعلى الأداء الجيد في هذه السنة؟ صحيح، عندي توضيحات على الأرقام، ولكن ما قامت به ما تقوله الحكومة صحيح. أولا كما تفضل الأخ بدر تكلم على المجهودات اللي كاينه في الميدان تاع الطيران النقل الجوي للمغرب، كان توقيع الاتفاقية السماء المفتوحة كانت في المناظرة الوطنية تاع السياحة اللي كانت في ورزازة في 2005 تم التوقيع عليها، ولكن الكثير من الأمور اللي كانت عندها علاقة بالنقل الجوي كانت صعوبة في التنفيذ ديالها. ولكن اليوم كنشوفوا أنه شركات ذات التكلفة المنخفضة ولات كتلعب واحد الدور كبير. إلا عطيت مثال أول مراكش مثلا، إلا ناخذ المثال ديال الشهر الأول بير، هذا غير باش نقيسوا الأهمية ديال شركات النقل ذات التكلفة المنخفضة. في الشهر الأول بير مراكش استقبلت تقريبا 2400 رحلة دولية، 777 رحلة بال 1400 هي ديال الشركة ديال النقل المنخفض دولية. الشركة اللي كتبعها شركة أخرى دولية ذات التكلفة المنخفضة. الشركة الوطنية ديالنا ولات كتحصل للرقم 4. إذا هذا اتجاه صحيح وبدا تأسيس ليلو ل 2005. المسألة التالية هو الدعم بلسوش المكتب الوطني المغربي للسياحة في أبريل 2022 أطلق الحملة ديال المغرب أرض الأنوار لجلة العالم، المشاركة في المعارض، الإشاعة ديال الأسود الأطلس في قطر. أو نتوما كنذكر بالرقم أنه المغرب في حركات البحث كان يتم البحث عليه 500 ألف مرة في السنة في قطر في ظرف شهر تم البحث عليه 13 مليون مرة، يعني ما يعادل 26 سنة البحث كان عندنا مركز. إذا هذا الشيء كله عطانا إشعاع. اللي كنقولوا إحنا أن هذا الإشعاع وهذا المجهود اللي كان الأسواق الدولية ما ترجمش
بزيادة كبيرة في السياحة الدولية. هذا هو الملاحظة. تاليا الدعم اللي كنتكلموا عليه غنتكلم عليه، ولكن بتدقيق، كاين 2 مليار وكاين 6 مليار. 2 مليار هو البرنامج الاستعجالي اللي تعطى، الله مليار هو الحجم ديال داك 2000 درهم اللي كنت كتعطى، هو الحجم ديال الضريبه المهنيه اللي الدوله بغات تحملها على المقاولات الى اخره، ومليار اخر كان موجه للمؤسسات السياحيه. هذا المليار هذا ما تلفقش كامل، تلفقت منه واحد 800 ولا 900 مليون، وكاين 4600 مؤسسه فندقيه في المغرب، تقريبا 800 مؤسسه اللي استفدت. لم يستفيد الجميع، لم تستفيد وكاله الاسفار، على دابا الفنادق كلها الربع منها اللي استفاد، لم تستفيد وكاله الاسفار، اللقب السياحي، المطاعم الى اخره. هذا ما لبهنا فيه لانه البرنامج الاستعجالي اقصى مجموعه بالمهن. 6 مليار الاضافيه التي لما اسماء فقط 6 مليار ولا 6 مرات، لا، هذاك برنامج على 4 سنوات. طيب استاذ زبير بحوث، لانه الصوت في الواقع لا يصلنا واضحا، وانت كنت تشير الى انه برنامج استثماري يمتد الى 2026 بقيمه 6 مليار درهم. لا اريد ان نقفز على الامور من دون ان نسمعها بوضوح منك، ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا. دكتور بدر الزاهر الازرق، هل تذبذب الاداء بين 2019 والان، يعني لأنه كان سياق الجائحة لم يعطينا في الواقع مرجعيات واضحة للقياس 2020 2021 وحتى 2022، كان على الأقل بدايتها كان فيها ارتباك فيما يتصل بحرية الحركة وأشياء من هذا القبيل، هل من السهل اليوم أن نجزم أو على الأقل أن نضع توقعات للنمو السنوي المتوقع للقطاع السياحي، أم أن الأمر سيتطلب المزيد من الوقت؟ أظن أن هذا الأمر هو حصل بالفعل. اليوم حين نتحدث على توقعات النمو خلال السنوات المقبلة تتراوح بين، وضعت سقفا ل 30 إلى 37 مليون سائح، يعني بالفعل نقول بأن تجاوزنا مرحلة الأزمة إلى مرحلة وضع مجموعة من المؤشرات، مؤشرات القياس لتتبع نمو هذا القطاع، خاصة أن اليوم نتحدث عن انفراج على المستوى الاقتصادي، يعني تراجع نسب التضخم، وهناك توقعات على مستوى الطلب العالمي أنه سوف يرتفع خلال سنة 2024 للأقل خلال الفصل الأول، وبالتالي عودة الطلب العالمي، يعني عودة الطلب على المنتجات وعودة الطلب على الخدمات أيضا وعلى السياحة. هذا من جهة. ثم لا ننسى أيضا حتى المؤشرات الإيجابية المرتبطة أن المملكة المغربية ابتداء من سنة 2025 هي مقبلة على تنظيم الكان، مقبلة على تنظيم كأس العالم، مقبلة على تنظيم كأس العالم للقارات، يعني حتى أظن بأن كأس الإفريقية لكرة القدم الصالات وغيرها، ماشي فقط غير كرة القدم، يعني هناك يعني عدد كبير من المناسبات الرياضية التي سوف تحتضنها المملكة، وأظن بأنها تدخل أيضا في إطار الربط بين الرياضة والاقتصاد والحديث عن اقتصاد رياضي في خدمة الاقتصاد ككل. أظن أن المملكة المغربية اليوم هي تعد من بين الدول الرائدة في هذا المجال الاقتصادي الأفريقي على الأقل. إذن اليوم كما أشرت إلى ذلك أن مجموعة من المؤشرات الإيجابية هي مرتبطة بأداء هذا القطاع، ناهيك على اليوم بأن هناك مشاريع كبرى على مستوى البنى التحتية، لا سواء اليوم كنتكلموا على الشطر الثاني من القطاع الفائق السرعة اللي غادي يربط ما بين مدينة الدار البيضاء ومراكش وبين مراكش ومدينة أكادير، نتحدث أيضا عن النفق الرابط بين إسبانيا وبين المغرب، وإن كانت الحديث اليوم الحديث فقط عن الدراسات، ولكن يمكن أن أمام الفرص اللي يقدرين يمنحها التدفقات السياح بين المغرب وبين بين 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 إسبانيا وأوروبا أن يقدر يكون دوجد، وبالتالي يقدر نمر لمرحلة تسريع تنزيل هذا إنجاز هذا المشروع. هيك على أن اليوم رأينا بأن هناك حركة سريعة من أجل تطوير أسطول الطيران المغربي، أسطول السفن البحرية النقية للمسافرين، المشروع المرتبط بالموانئ سواء في على الوجه الأطلسي أو الوجه المتوسطية، مسألة الربط الطرقي، الربط المطارات، الخطوط الداخلية، يعني اليوم غادي نمر واحد السرعة كبيرة على مستوى إنجازات المشاريع. احنا شفنا بأن حتى على مستوى ميزانية الاستثمار هذه السنة اللي تقريبا 335 مليار درهم، يعني كتعكس أن هناك إرادة اليوم حقيقية للنهوض ليس فقط بالبنية التحتية
السياحية، إنما البنية التحتية ككل. حتى على مستوى تهيئة المدن رأينا اليوم بأن هناك مشاريع كبيرة في طور الإنجاز على مستوى أكادير، على مستوى تهيئة الدار البيضاء، على مستوى الرباط. حتى المدن الداخلية اليوم كفاس هي أيضا ورش مفتوح، وإن تطلب اليوم على مستوى مدينة فاس اليوم خاصة على وجه الخصوص أن يكون هناك تسريع لبرنامج التهيئة، لأن هذه المدينة أيضا حسب آخر تصنيف تعتبر المدينة الرابعة والخامسة على مستوى الجذب السياحي الثقافي، وبالتالي هي أيضا يجب أن يكون لديها نصيب من هذه الحركية السياحية على المستوى الوطني. شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور بدر الزاهر الأزرق الخبير الاقتصادي على كل هذه التوضيحات. أعلم أن لديك التزامات ضاغطة مباشرة بعد هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. لحظة، ينضم إلينا أيضا الأستاذ رشيد ساري المحلل الاقتصادي من طنجة. أستاذ رشيد ساري، 2023 سنة استثنائية للتعافي، هل ينبغي الآن أن ننسى السنة المرجعية 2019 بما أنه الآن لربما تتوفر لدينا سنة جديدة مرجعية للقياس عليها بشأن التحديات المقبلة لأداء القطاع السياحي؟ يعني أهلا أستاذ محمد وأهلا بديك في ضيفك الكريمين. أظن اليوم يعني يجب أن نستعرض، يعني قبل أن ندخل في تحليل مجموعة من الأرقام، هو يعني مسألة هي إيجابية اليوم أننا تجاوزنا السنة المرجع 2019 في وقت يعني يمكن أن نقول جد وجيز، لأنه يعني كانت سنة يعني بالنسبة لمنظمة السياحة العالمية يعني أنه الاستعادة النشاط بعد جائحة كورونا سوف تكون يعني في أفق 2024، ولكن أظن أننا منذ سنة 2022 نبصم على يعني مجموعة من الأرقام اللي هي مشجعة. اليوم نتحدث على 14 مليون و500 ألف يعني سائح، نتحدث كذلك عن العائدات أنها حتى ارتفعت في حد حدود 9.6 مليار درهم، ولكن أظن دولار عفوا، ولكن أظن بأنه اليوم يعني هذا القطاع هو قطاع كما نقول بأنه مهم بالنسبة للاقتصاد المغربي، يساهم ب 7% من الناتج الداخلي الخام. ولكن أنا لي مجموعة من الأسئلة. اليوم نتحدث عن يعني قطاع الذي عندما نقوم بالاحتساب يعني يتم الاحتساب حتى لمغاربة العالم، هذه يعني مسألة اللي حتى بالنسبة لمنظمة السياحة العالمية تقحمها، يعني أنه ممكن أن يعني نقحم حتى أبناء البلد في هذه الإحصائيات. ولكن اليوم عندما نصل إلى واحد الرقم يعني بالنسبة لي لن أقول مقلق، ولكن يعني يدعو للتساؤل أنه نسبة ديال مغاربة العالم من السياح تتجاوز نسبة ديال السياح الأجانب في 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 يعني وفي واحد الوقت، لأنه كان عندنا واحد مجموعة ديال البرامج، يعني ابتدأنا ببرنامج فعلا نطلقه في بلادنا اللي يخص يعني مغاربة العالم، وكان يبان جائحة كورونا، ولكن راه كانت عندنا واحد برامج أخرى المغرب بلد الأنوار اللي كان أنه يخص واحد مجموعة ديال الدول، واللي تحدثنا فيه بأنه غيتشم تشجيع بشكل كبير واحد مجموعة ديال البرامج، وهذه يجب التأكيد عليه، مجموعة من البرامج السياحية فيما يتعلق في بالسياحة الجبلية الرياضية يعني البحرية، يعني كانت عندنا واحد مجموعة ديال البرامج، ولكن على أرض الواقع يعني يجب أن نسجل هذا. كان يعني أنا أتحدث في الجانب من أجل التطوير، لأنه اليوم عندنا واحد مجموعة ديال العوامل اللي هي في صالحنا. الجانب الرقمي اليوم نحن قطعنا فيه أشواط عديدة وكبيرة جدا، حتى أنه الحجوزات اللي كانت عندنا في حدود يعني في حدود شهر يونيو يعني أنه تقريبا 3 ملايين ديال الحجوزات كانت على في الجانب الرقمي، يعني وكانت الأسفار أنها اعتمدت على الجانب ديال الرقمي، هذا جد مهم. ولكن أظن أنه كان عندنا عوامل أخرى عندما نتحدث عن استراتيجية 2023-2026 واللي هي تخصص لها واحد يعني ميزانية ديال 6 ملايير و100 مليون درهم في أفق أننا يعني نستقطبوا 19 مليون و500 ألف سائح، أظن اللي يجب التركيز عليه يا إما أنه تكون عندنا واحد يعني استقطاب أكبر للأجانب، وبالتالي غتكون عندنا واحد ليالي ديال المبيت، وتكون عندنا واحد مجموعة ديال البرامج اللي غيستفدوا منها
الاقتصاد المغربي بشكل عام، أو أنه يعني تنظن بأن عندنا مغاربة العالم اللي تيجيو طيب. واللي كاين فيهم بالمناسبة اللي سمحتي لي تكمل الفكرة ديالي، كاين أنه تيكون في بعض الأحيان مغاربة العالم تيجيو على فترات متعددة في السنة، يعني أنه صحيح. ما تيجيش يعني ماشي يعني خاصة وأنه اليوم راه تنهضروا على مغاربة العالم، وهذا خصنا نأكدوا عليه. مغاربة العالم اليوم راه لا يشكل، ما تنهضروش على الجيل الأول والثاني والثالث، تنهضروا على واحد مجموعة ديال الكفاءات، مجموعة ديال الأطر المغربية اللي لقات واحد مجموعة ديال فرص الشغل خارج المغرب، أنه في واحد مجموعة من الدول الأوروبية، وبالتالي هادو تيعيشوا يعني نقدر نقول أنه المستوى المعيشي ديال هاد مغاربة العالم هو مستوى اللي هو كبير وكبير جدا، هذا اللي يعطيهم واحد الإمكانية، خاصة وأنه اليوم تلاحظوا بأنه مجموعة ديال الوكالات الجوية للسفر أنها خفضات من أسعار ديال الرحلات، وهذا اللي تيشجعهم أنه في بعض الأحيان تلقاو أنه مجموعة ديال مغاربة العالم تيجيو في واحد الفترة كاع وجيزة. شكرا لك أستاذ رشيد الساري. أستاذ زبير بوحوت، كنت بصدد الحديث طبعا عن برنامج الدعم والاستثمار الذي خصصته الحكومة في المجال السياحي، ويتصل به أيضا ما سجلناه في 2023، لذلك أيضا سألت ضيفنا قبل قليل من فاس، هل ينبغي ابتداء من اليوم اعتبار سنة 2023 هي السنة المرجعية الجديدة في القياس، وفي طبعا قياس نسب التقدم في مجال السياحة؟ هو فعلا الآلة كم بقي لي من الوقت لأركز؟ تفضل مداخلة دقيقتين أظن تكون كافية للإجابة على السؤال، تفضل. لا هو فعلا لأنه 2023 هي سنة كاملة ديال النشاط، في 2024 غنقارنوا كل شهر على الشهر اللي كيوازيه ديال 2023 وغتكون المقارنة سليمة. أنا أريد أن أؤكد على مسألتين أساسيتين، قطاع سياحي قطاع مهم وواعد وعلى إمكانيات باش نطوروا الأداء ديالنا لا في السياحة الدولية لا مع مغاربة العالم لا في السياحة الداخلية. اللي كيخصنا المؤشرات اللي تكلم عليها الأخ بدر، أنه وزارة السياحة ملي تكلمت على 17 مليون فاصلة 5 في أفق 2026 ما عطاتلنا شحال هو الحجم ديال مغاربة العالم وشحال هو الحجم ديال السياحة الدولية، ولهذا غادي يكون عندنا دائما منطقيا نفترض أنه نصف نصف 50% 50%، المنطق هو منطق تطور الإحصائيات. نعم هو دائما لأنه مع قانون الهجرة مؤخرا اللي كيلتع فرنسا إلى آخره ما غاديش يكون عنده تطوير أكثر. السياحة تاع مغاربة العالم راه خصها مزيان يجيو لبلادهم، مزيان نعطيهم بلتوج باش يساهموا في ليالي المبيت، ولكن بالمقابل خصنا نستقطبوا السياحة الدولية. البرتغال هاد السنة كاين جوج ديال الأرقام تتضارب، ولكن أقل رقم كيقول وصل 20 مليون. كرواتيا بلد ديال 4 مليون سكان 20 مليون. إسبانيا 180 مليار ديال الأورو. إذا السياحة الدولية عندها إمكانية باش نطوروها أكثر غير نخدموا بالجدية. أنا ملي كنقول هل بوسعنا في دقيقة لو سمحت، هل بوسعنا أن نستمر في أن نحقق أكثر من مليون سائح إضافي كل سنة للوفاء بالتزاماتنا؟ كل مليون إضافي لنسبة كبيرة ديالهم السياحة الدولية، أما السياحة الداخلية هذا كنهضروا على الوافدين. طبعاً طبعاً طبعاً. السياحة الداخلية يجب أن نتعامل معها بجدية، ممكن أنها تلعب دور كبير. التقرير الأخير ديال مجلس أعلى الحسابات تكلم على أنه كاين اختلالات يجب معالجتها، وأنا أظن أنه يجب كما يقال ملحق لخارطة الطريق إعادة النظر في المكانة السياحة الداخلية، راه عندها أهمية كبيرة. شكرا لك. سأختم الحلقة لأن نحن لا زال عندك مداخلة إضافية، إذا استوقفتك الآن ستكون لك مداخلة في ختام هذه الحلقة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ زبير بوحوت، ابقى معنا، لا يزال هناك حيز من الوقت. أستاذ رشيد الساري، سنتقدم سريعا وبإجابات مكثفة أيضا مع ضيفنا أستاذ رشيد الساري. انتهت المداخلة السابقة الأستاذ بوحوت إلى مسألة السياحة الداخلية، وأنت أثرت في مداخلتك أيضا أنه هناك إشكالية ليالي المبيت، لا سيما إذا تأملنا في تركيبة الوافدين، جزء كبير منهم من مغاربة الخارج، لديهم مساكن، لديهم أسر وغير ذلك. هل يقع الآن إهمال
أو عدم الاهتمام كفاية بالسياحة الداخلية، لأنها يمكن أن تكون محرك أساسي للبنيات الفندقية في المغرب؟ إذا سمحت لي أستاذ محمد، أنا أشكر الأستاذ بوحوت لإثارة هذه النقطة، أتفاعل معه إيجابا فيما قال. عندنا إشكالات كبيرة بالنسبة للسياحة الداخلية، أظن بأنه كانت لنا يعني مجموعة من المتدخلين، مجموعة من المحللين في جميع مجموعة من مجالس السياحة والاقتصادي أشاروا إلى هذه النقطة، أنه كان إهمال كبير وكبير جدا. الإهمال الأول هو أنه السياحة الداخلية دائما السائح الداخلي يتعامل معه بواحد ماشي نقول الدنيا، ولكن ليس في نفس المستوى الذي يتعامل مع يعني سائح أجنبي، من ناحية يعني من مجموعة من 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 يعني المعاملات. المعاملة الأولى في المعاملة دي الاستقبال ومجموعة من المسائل، ولكن المعاملة الثانية وهي اللي تؤثر بشكل كبير هو في التعامل في الأسعار. تجد في بعض الأحيان يعني هناك يعني واحد المجموعة تنسموه احنا مثلا ما يسمى بواحد الباك، يعني إجمالي فيه السفر، فيه واحد مجموعة دي المسائل، فيها الفندقة، فيها واحد مجموعة دي الرحلات مع سائح أجنبي، يعطى له بواحد ثمن يعني تفضيلي وثمن مغري. ولكن مع السائح الداخلي دائما لن أقول لك هناك جفاء، ولكن هناك تعامل بأنه يعني يرى هو هذا الشخص بأنه ثري جدا، يجب يعني التعامل معه بدون تحفيزات. اليوم اللي خصو يتعامل معه حتى بالبرامج، للأسف البرامج اللي تلقاو ما تلقاوش بأنه كاين برامج محفزة للسائح الداخلي. ما يهتم به للأسف هو السائح الأجنبي، بينما اليوم السياحة الداخلية يمكن أن تلعب دورا كبير وكبير جدا، لأنه المغاربة في طبعهم في ثقافتهم هم يحبون السفر، يحبون التجوال، يحبون واحد المجموعة ديال يعني المسائل اللي ما يرتبط بتنسموها السياحة ديال المغامرات. يعني كين عندنا المادة الخام كما أنا تقول، كين عندنا، ليكفي أن تكون لنا واحد البرامج متنوعة، وغادي نشوفوا بأنه غيكون واحد إقبال كبير للسياحة الداخلية. خاص يكون عندنا برامج ديال حتى وكالة، وهنا اللي بغيت نشير ليه وغادي نختم، وكالة الأسفار يجب أن تلعب دورها بشكل إيجابي وإيجابي جدا، أن تناقش مع مجموعة من المحطات أو الوحدات السياحية كيف أنه تعطي واحد المجموعة ديال الأسعار اللي هي مغرية واللي تخلي جميع المغاربة أنهم يفضلوا أنهم يسافروا في المغرب. عيب وعار وأن تلقوا في بعض الأحيان أنه يعني تكلفة ديال السفر ديال أسبوع خارج المغرب يعني بثمن أقل بكثير مما هي عليه في المغرب. شكرا لك أستاذ رشيد الساري، باش نستقطبوا السياح ديالنا على المستوى الدولي. طبعا أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أستاذ زبير بوحوت، كيف يمكن الانتقال في عمليا على المستوى العملي في النظر أو في التعامل مع السياحة الداخلية، ليس فقط كعجلة احتياط، لا ينبغي أن تكون كذلك، لأنه في الواقع هي مكون أساسي جدا من مكونات العرض السياحي، وأيضا من مكونات ما تحققه السياحة المغربية. لماذا ليست هناك عروض بنفس مستوى جاذبية العروض المقدمة للسائح الأجنبي؟ أولا سأبدأ بالتذكير بالوكالة السياحة الداخلية في الدول المتقدمة، دول الأوسيدي، دول يعني منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، السياحة الداخلية تمثل 60-80% من النشاط السياحي، عندهم مدخل فعلا، ولكن المدخل بالنسبة للمغرب هي العروض، والعروض عندها علاقة بالمحطات الموجهة للمغاربة. بمعنى كان عندنا واحد برنامج بلادي بدأت 2007، تم إنجاز 3 محطات فقط بالأصل 8، وهذا ما وقف عليه التقرير المجلس على الحسابات. هذه المحطات لما تنجز تعطي عرضا طيلة السنة للمغاربة بأتمينة تحفيزية، كذلك هناك تحفيزات للمستهلك، فرنسا تعطي شركة السفر. إذا السياحة الداخلية لا رأى لك أننا نلجأ إليها في وقت الأزمات، في الوقت اللي خصها تكون مكون أساسي. سأختم بالسياحة الدولية، سمح نحن مقبلين على تطور كبير، لكن لم تجبني على السؤال بشكل مباشر. لماذا العروض التي هل تقدم نفس العروض للمواطن في السياحة الداخلية
بنفس مستوى الجاذبية والتنافسية للعروض التي تقدم للسائح الأجنبي؟ هذه مفارقة أحيانا يجدها البعض مستفزة. لا، أنا غنقول لك بالضبط ماذا يقع. أولا، العروض اللي كاينة على المواقع الإلكترونية ومواقع الحجوزات هي نفس العروض، لأنه كنت مغربيا يعني بغيتي تولج بالورزازات ولا بالطنجة ولا بالمراكش ولا بالمدينة أخرى في أوروبا غادي توجد نفس العرض. فين كاين الاختلاف؟ أن الوكالات الكبرى العالمية التي تشتري بالجملة، مثلا الوكالة في فرنسا يعني تتفاوض على الثمن لتا 40 ألف ليلة سياحية، لتا 50 ألف ليلة سياحية، كيكون عندها واحد العرض اللي هي ستملأ الفندق طيلة السنة وكيكون عندها عرض. المغربي لما يلجأ إلى الفندق في بعض المرات لا يلجأ إلى وكالة الأسفار، وكيتطبق عليه الثمن ديال العموم اللي هو تقريبا جوج المرات الثمن اللي متفاوض عليه. إذا الأساس هو خص وكالات الأسفار في المغرب التفاوض لصالح سائح المغرب. طيب يربح تثمينة طيب. تفضيلية. شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ زبير بوحوت على هذا التوضيح. ختاما أستاذ رشيد الساري، توقعات بتحقيق السياحة المغربية إيرادات في 2023 تفوق أو على الأقل تناهز 11 مليار دولار، يعني 105 مليار درهم، هل ذلك لربما يكسر شيئا ما من الإطار الذي كانت تأتي فيه هذه الإيرادات؟ لا، ما أفهم سؤالك أستاذ محمد. أستاذ رشيد الساري تحدث على أنه توقعات الإيرادات التي ستحققها السياحة المغربية في 2023 في انتظار أرقام نهائية، هناك تقديرات أنه سنحقق 105 مليار درهم كإيرادات، هل هذا هو شيء استثنائي بالنسبة للقطاع السياحي في هذه المرحلة يكسر صور التي كانت لدينا عن إيرادات هذا القطاع سابقا؟ نعم، في هذه المرحلة يعني نعم في هذه المرحلة، ولكن في هذه المرحلة يعني يمكن أن نقول بأنه إيجابي. هذا رقم لن أقول استثنائي، لأن إذا قلت استثنائي فإننا يعني أنه غيصبح هذا هو يعني المرجع، ولكن أظن اليوم يعني عندنا واحد مجموعة الإمكانيات مستقبلا. عندنا تنظيم كأس العالم لسنة 2030، عندنا واحد مجموعة ديال اليوم تنعيش واحد مجموعة ديال التطورات على المستوى الذكاء الاصطناعي اللي خصنا نستغلوه بشكل كبير وكبير جدا. اليوم عندنا واحد البرامج طموحة، هذا البرنامج ديال 2023 و2026 كما قلت بأنه يجب أن يكون هناك تحديد ديال مثلا 50% 50% أو 70% للسياح الأجانب و 30% للسياح يعني المحليين. أظن اليوم بهذه الاستراتيجيات بهذه العمل بهذه الدينامية اللي عندنا وسط يعني داخل المغرب، أظن أننا غنقدروا نتجاوزوا. ما ننسوش غير وهذه باش نختم هذه النقطة، راه ما ننسوش بأننا تنهضروا على قطاع اللي كان في مرحلة الموت السريري. اليوم في الامس بالامس القريب كنا تنهضروا على انه عندنا واحد المجموعه ديال المشاكل، عندنا واحد المجموعه ديال المتعبطات في هذا القطاع. اليوم راه حنا تنهضروا على قطاع اللي تعيش انتعاشه وبدات فيه واحد المجموعه ديال الاستثمارات، وبدينا تنهضروا على انه هذا القطاع هذا يعني اصبح يشكل احد الاعمده ديال النمو الاقتصادي في البلاد. هذا جد ايجابي. شكرا لك استاذ رشيد الساري. ختاما استاذ زبير بوحوت، توقعاتك بالنسبة لإيرادات 2023 كيف تنظر إليها؟ يعني إيجابية، غادي نوصلوا لهذاك الرقم 105 ولا 103 المليار تاع الدرهم، غادي نوصلوا لها ونوصلوا لأكثر. غادي نختم، راه عندنا 4 ولا 5 الأسواق أساسية كانت تراجعت في 2023. ألمانيا ناقص 32%، هولندا ناقص 20، بلجيكا ناقص 17، الولايات المتحدة ناقص 4، إيطاليا ناقص 5. إلى في 2024 صدرك لا غادي يكون الأرقام 2024 إيجابيا، لأن كاين أمور إيجابية. شكرا. عندها علاقة بالاستثمار، خصنا حلقة لأن الاستثمار اللي كيوقع اليوم في المغرب أظنه إيجابي جدا، وهذه إحدى النقط القوية ديال الخريطة. سنأتي إلى ذلك في سياق
حلقة مقبلة. شكرا جزيلا لك الأستاذ زبير بوحوت الخبير في اقتصاد السياحة من مراكش. نشكر أيضا ضيفنا من طنجة الأستاذ رشيد الساري، وأيضا نشكر ضيفنا سابقا في هذه الحلقة الأستاذ بدر الزاهر الأزرق الخبير الاقتصادي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، بإمكانكم العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني medianTV.com. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.